أخبار المهرية باختصار. مرجعية حلف قبائل حضرموت تؤكد رفضها لأي تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش والأمن. الاستنفار القبلي تزامن مع تدشين الإمارات أول معسكر لما يسمى بالنخبة الحضرمية. ميليشيا الحوثي تختطف الفنان يوسف البدجي على خلفية تقديمه لبرنامج غنائي. العناصر الحوثية اختطفت البدجي من أمام منزله واقتادته إلى جهة مجهولة. تعثر تزويد محطات التوليد بالوقود وتحذير من خروج 80% من المحطات عن الخدمة في عدن. مؤسسة الكهرباء ناشدت الحكومة التدخل وتأمين وقود محطات التوليد وشراء كميات طارئة. الفيفا يعلن انخفاض حصيلة رسوم الانتقالات الصيفية في كرة القدم هذا الموسم بشكل طفيف. حصيلة رسوم الانتقالات المدفوعة مؤخرا بلغت أكثر من 3.5 مليارات حتى نهاية أغسطس الماضي. طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تنجو من الموت بعدما اختفت وسط أدغال أستراليا. الطفلة تمكنت من العثور على مصدر للمياه في الغابات، الأمر الذي ساعدها على النجاة بحياتها. إلى اللقاء باختصار آخر.